مش هنبوس ولا هنلمس ستات ولو هناخد ملايين، وشعارهم في الحياة اللي مرضوش لبنتي مرضوش لبنات الناس. أكتر 5 فنانين رفضوا البوس في المسلسلات والسينما. الأول يوسف الشريف، وقال إنه بيرفض يمثل أي مشاهد خارجة وما بيحبش واحدة من اللي بيمثل معاهم تلمسه، والكلام ده كان بعد مسلسل النهاية، وكتير من زمايله في الوسط هجموه، ولما اتسأل قال أنا ما بعملش مشاهد جريئة، وخصوصا بعد فيلم هي فوضى، وأنا ضد التلامس ومن أنصار السينما النظيفة. وعشان المشاكل يوسف بيحط بند في العقود بتاعته بيلزم المخرج والمؤلف انه مش هيشتغل اي مشهد خارج او في بوس. اما التاني المحترم بالفطرة احمد مكي، ولما اتسأل انت من انصار السينما النظيفة ولا لا، رد وقال ان السينما بالنسبة له هي العلاقة بين الاهل والصحاب، ولو خرج بره المنظور ده مش هيبقى مرتاح ولا مبسوط للي بيقدمه حتى لو هيجي من وراه فلوس كتير. ومكي قال إن الممثل اللي بيجري ورا الفلوس والشهرة وبيعمل أي دور ده ما يبقاش فنان، ده مريض نفسي وبيعمل الأدوار دي بهدف الشهرة وخلاص. عشان كده ميكي ما بيشتغلش كتير، لأنه ما بيوافقش بأي حاجة تتعرض عليه، ودايما عنده معايير ومبادئ بيقيس عليها شغله. والتالت محمد هنيدي، وبيتكسف من الأعمال والمشاهد الساخنة وما بيعرفش يعملها عشان هو بطبعه خجول، ده غير انه قال انه بيحترم مراته وبيته واولاده وما بيحبش يبان قصادهم بصوره مش ولا بد، حتى لو ده تحت بند التمثيل. الرابع احمد حلمي، وحلمي ما رفضش المشاهد الجريئه في اعماله، وفي نفس الوقت ما عملش ولا دور في مشاهد ساخنه، وكل اعماله عائليه جدا وما فيهاش مشاهد جريئه، وما عملش ولا مره مشهد بيبوس فيه واحده ست. بيجي بعده احمد زاهر، وبيرفض المشاهد الجريئه، وطلع عدى عالي للممثلين اللي بتعملها وتعرض لهجوم كبير، ده بعد ما قال ان النوع ده من الاعمال يعتبر سيئات جارية لصاحبه، وكمان اكد ان نوعية الافلام دي ملهاش علاقة بالفن لا من قريب ولا من بعيد، ودايما بتفشل، وعشان كده حط شرط لبناته انهم ما يقدموش النوع ده من الافلام، خصوصا انه كان قدوة ليهم ومثل اعلى. اما بقى احمد العوضي فقال انه استحالة يقدم دور في اعماله ويخجل منه في يوم من الايام قدام نفسه قدام جمهوره، ولما اتسأل عن انه يمثل دور في بوسة هيقبل ولا لا، رد بمنتهى التلقائية وقال لا طبعا مش هقبل ابدا اني ابوس واحدة تماما. ومن العوضي لاحمد فلوكس، وكان من المؤيدين ليوسف الشريف، وقال ان السينما النظيفة الهدف الحقيقي، وده لان الناس بتتأثر بيه دايما، وعشان كده لازم يكون الفن دايما نظيف وما فيهوش مشاهد ساخنة نهائي. وقال الدين بيحرم الكلام ده، وانا هاجي اطلعه على الشاشة واقول للناس ده تمثيل وده عادي. والاخير المغني احمد فهمي، وفهمي ما كانش عنده اي مانع انه يعمل ادوار جريئة لحد ما والدته قفشته في مشهد ساخن في فيلم بدون رقابة، فزعلت منه وغضبت عليه، فقرر من ساعتها ما يعملش اي ادوار ساخنة تاني ارضاء ليها. انتوا بقى قولوا لنا شايفين مين اكتر ممثل محترم فيهم؟